الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا، يا من لجأ إليكم، فيا فنفوز فوزا عظيما. عج بسفح اللواء وحي الربوع وأذل قلبك المعنى دموعا، عل أن يرتوي ثرى فيمسي نورها باسم الثغور لموعا. أربع أربع جارت الليالي عليها، فغدت بلقع عيان وكانت ربيعا، بت فيها والوحش حولي جافين، ألزم الراحتين قلبا وجيعا، يا أخ العذل والملامة دعني، أخ العذل والملائمة دعني، إنني للملام لست سميعا، يا صرعتني رب الهموم بيوم، أي يوم هذا؟ صرعتني رب الهموم بيوم، حيدر الطهر فيه أم أضحى الصريع، يا له حادث أطل فأضحى، حبل الله المتين فيه حبل الله المتين قطيع، ايون بارك الله بك، أورث المصطفى يا الهموم فأمسى، فوق حجر الأحزان يطوى الظلوع، وعايا
يوم أي يوم أرد المراد فيه سيد الخلق بعد طه جميع أخي المصطفى أساء الصنيعة شق رأسه شق بالسيف رأسه وهو في مصلى لرب السماء يبدي الخشوع عافرين والخضاب كان نجيعا نجيعا ونعاه الروح الأمين بصوت ملأ الكون رنة وصدوعا يا قتل المرتضى يا علي يا علي فحلت عروة الدين والرشايد أضيع كأني بزينب تخاطب أباها زينب يا حادر نادتك يا الغبت عني زينب يا حيدر نادتك يا الغبت عني أنا سباح دلال انقطع ظني يا بوي وصفت يتمت من صغر سني وما شوف واحد من الناس بعد ينغار إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بارك الله بكم إخواني. بعد في المقدمة موجود أماكن يعني إذا الإخوان يتقدمون أيضا إذا إجا جديد يتقدمون إلى الجديد يتقدم إلى الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. موضوعنا هذه الليلة عن النظريات الإسلامية التي لم تظهر إلى واقع العلن إلى يومنا هذا. الإسلام كما تعلمون دين واسع ولا يغيب عنه شيء. يعني الآن نحن إذا أردنا مثلا أن نتعرف على الإسلام نأتي لنقول إن الإسلام هو الدين الوحيد بين الأديان الموجودة على الساحة الإنسانية الذي ما ترك شيئا إلا وطرق بابه. يعني لم يترك شيء إلا وله فيه دخالة. اتصور أنت دين يرافقك إذا أردت أن تدخل إلى بيت الخلاء أجلكم الله، يرافقك إذا أردت أن تنام. واحد جاي ينام على فراشه يجي الدين يتدخل يقول لك لا تنم على بطنك لا تنم على وجهك فإنها نومة يبغضها الله، مثلا نم على جنبك الأيمن فإنها نومة الأولياء، نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء، هكذا حتى بالنوم يتدخل معك حتى لا يتركك وحيدا في هذا العالم وفي هذه الدنيا فيتدخل معك حتى بالنوم.
الآن أنت إذا أردت أن تشرب الماء، شايف لك دين بالعالم أو قانون بالعالم يخبرك كيف تشرب الماء؟ أنت الآن إذا أردت أن تأخذ الإناء وتشرب الماء، يجي الإسلام يقول لك مهلا، زق الماء زقا ولا تعبوه عبا. لاحظ حتى بهذه تدخل، يعني كم هو عظيم هذا الدين العملاق الذي لم يترك شيء إلا وتدخل به. طبعا هاي مقدمة وأساسية وضرورية. يقول لك الإسلام في كل صغيرة وكبيرة أنا حاضر، حتى فقهاءنا يقولون حتى الإسلام لم يترك واقع إلا وله فيها حكم، حتى الأرش في الخدش، يعني إذا واحد خدش واحد هنا يؤرش له، إذا واحد افترض خدش واحد يؤرش له. فإذا حتى في هذا تدخل الإسلام. إذا أردت أن تلبس حذائك، شايف لك دين يتدخل معاك؟ إذا أردت أن تلبس حذائك ما موجود. يعني مثلا تعال إلى الدين المسيحي، إلى الدين اليهودي، إلى دين بوذا، إلى العلمانيين، إلى أي واحد أنت تريد تلبس حذائك، إجا الإسلام يخاطبك يقول لك لا تلبس حذائك وأنت قائم، اجلس والبس حذائك. طبعا هاي قضايا ربما نحن لا نطبقها أحيانا لأنها من باب الاستحباب والمكروه، أحيانا نغفل عنها، أحيانا نضطر ألا نطبقها، ولكن رغم ذلك نحن الآن نريد أن نبين أن الإسلام حتى هذه القضايا تدخل بها. عندما يتزوج الإنسان تدخل معه الإسلام. إذا أردت أن تغتسل، إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تأكل، واحد لما يأكل شايف لك دين يوصي بقضية الأكل، يجي الإسلام يقول لك إياك أن تأكل حتى التخمة، اجعل قسم أمعائك إلى ثلاث، قسم للطعام وقسم للماء وقسم للهواء، فإن في ذلك صحتك وسلامتك، فإن في ذلك صحتك وسلامتك. اتصور هالإسلام اللي لم يترك شيء، هذا الآن أنا أتكلم عن أشياء عادية، هناك أشياء نحن لم نسمع بها من قبل ذكرها الإسلام، لم نسمع بها من قبل ذكرها الإسلام بدقة وبعناية، ويتدخل في كل شيء. الآن هاي المقدمة انتبهتوا إليها؟ إذا كان الإسلام لم يترك شيء بهذه القضايا التي نحن لا نلتفت إليها، عادة مو كثير نلتفت إليها، وربما البعض يقول أصلا ما تعنيني، ربما واحد يقول أصلا ما تعنيني، ما تأثر على حياتي الإنسانية، عادي بس أنا أشرب أنا واقف، أنت على أنا واقف، أقص أظافري بالليل عادي مو مشكلة، مع العلم أنه الوارد في الإسلام لا تنظيم هذه القضايا. إذا أردت أن تقلم أظافرك لا تقلم أظافرك بالليل، وهناك قضايا دقيقة في هذا المجال. على كل حال أيعقل، هنا السؤال، أيعقل أن يكون هذا الإسلام العظيم الذي ذكر هذه القضايا الصغرى لم يتدخل في قانون الاقتصاد مثلا؟ الاقتصاد اليوم، الاقتصاد حياة الشعوب، القوانين الاقتصادية يجلس لها مشرعون وباحثون وعلماء ومفكرون من أجل أن ينتجوا قانون اقتصادي يريح البلاد والعباد. تتصور هذا الإسلام العظيم اللي اجى وبنى دولة وحط نظرية دولة ما عنده قانون للاقتصاد؟ تتصور الإسلام ما عنده قانون في علم الاجتماع؟ ما عنده قانون في علم التربية؟ ما عنده قانون في تنظيم الجامعات والمدارس؟ تتصور أن الإسلام هكذا؟ يعني إجا دين بس صل وصوم، ولما تريد تخرج إلى العالم العملي ما لك علاقة بالإسلام. كثير من الناس يتصورون أن الإسلام دين للفرد، يعني الإسلام بس لما أريد أن أتي إلى الدين أنا عند ذلك أدخل إلى المسجد وأصلي، برات باب المسجد الدين ما إلى علاقة، أنا أشتغل، عندي شغل، عندي مؤسسات، عندي تجارة، عندي قوانين اقتصادية، عندي ضرائب. الإسلام ما يعرف بهذه القضايا أبدا، إحنا بعصر حديث والعصر الحديث شرع كل هذا. أنت تتصور النبي لما بنى الدولة في المدينة يعني ما كان عنده قانون اقتصاد؟ يعني كانت الناس تبيع بالأسواق كل واحد على ما يعجبه من أسعار؟ ما كان موجود قانون لحماية المستهلك المواطن الذي يشتري من الأسواق؟ إذا واحد غش واحد ما كان موجود قوانين للحماية وقوانين للاستيراد وقوانين التصدير؟ يعني هكذا دولة النبي تتصورها دولة عادية؟ أو الإمام علي اللي كان أنجح دولة عنده الاقتصاد، دولة علي بن أبي طالب أنجح دولة، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة فينا نحن، نحن اتبعنا النظريات الأخرى
والمشاريع الأخرى، وابتعدنا عن قراءة ما عندنا. بالله عليكم أيها الشباب المسلمون في العالم، مو بس شيعة، شيعة وسنة، جميع الشباب يعانون، كل شبابنا يعانون، من المسلمين، من الشيعة ومن غير الشيعة، في الجامعات يعانون. لأن تسأل أي شاب مسلم بالعالم من أي اتجاه كان، قل له يابا اش تعرف عن قوانين الاقتصاد؟ يقول لك القانون الماركسي الاشتراكي، القانون الليبرالي، القانون الرأسمالي، القانون البرجوازي، هاي القوانين نعرفها، درسناها بالجامعات. يابا أنت شاب مسلم هل تعرف شيء عن قانونك بالاقتصاد الإسلامي؟ قل لك ليش، أصلا الإسلام عنده قانون الاقتصاد؟ عجيب، الشباب ما يعرفون. ليش؟ لأن نحن نعيش مشكلة خبينا وأخفينا، وما أحد من عندنا درس هذه القوانين الكبرى. يعني هسه بعض الناس تقول لك يابا ليش أنتم رجال الدين، على اعتبار أنتم رجال الدين ليش ما سويتم قانون اقتصاد؟ يابا أنا مو اختصاص الاقتصاد ولا أعرف ألف باء بالاقتصاد، أنا مثل اختصاص بين الأطباء، بين المهندسين، فلان طبيب عيون، فلان طبيب قلب، فلان مهندس بناء، أنا عملي بالفقه، أنا أعرف بالتشريع الديني بالحلال والحرام. أنت يابا مو دكتور اقتصاد ومسلم؟ أنت مو دكتور تدرس بالجامعة الاقتصاد وأنت دكتور مسلم؟ فإذا أنت عالم من علماء المسلمين باختصاصك، المهندس عالم من علماء المسلمين بالهندسة، الدكتور عالم من علماء المسلمين بالطب، الدكتور الفيزياء عالم من علماء الفيزياء، عالم من علماء الإسلام في الفيزياء، عالم الاقتصاد دكتور 50 سنة مسلم يدرس الاقتصاد في الجامعات ولا مرة حاول يكتب له أطروحة. يابا ما أنت أفهم مني ومن ألف واحد مثلي بالاقتصاد، أنا شو معرفني بالاقتصاد؟ أنت دكتور الاقتصاد المسلم لابد أن تشمر عن ساعدي الجد وتكتب الاقتصاد الإسلامي حتى أراه أنا وأقرأه أنا، بعدين أنا من مسؤوليتي أن أظهره للناس في محاضراتي وفي خطاباتي. ولكن أنت بالقبل سويني دراسات، قبل ذلك اصنع دراسات نحن نحتاجها بعدين أنا أظهرها. لكن كثير، أكثر من 1,000,000 عالم اقتصاد مسلمين بالعالم، أكثر من 1,000,000 عالم اقتصاد ودكتور اقتصاد بالعالم ما يعرفون شيء عن الاقتصاد الإسلامي. يابا أنت تبحث عمر حتى تقدم أطروحة في فكر كارل ماركس، في فكر الاشتراكية، في فكر الليبرالية، في فكر الرأسمالية، عال، أنا مو مانعك، اطلع على نظريات الآخرين، ولكن وين نظرية علي بن أبي طالب؟ ما يستاهل؟ أنت مو من أتباع أهل البيت؟ مو من أتباع الإسلام؟ ما عندك نظرية الاقتصاد المحمدية؟ ما يعرفها، لأنها غيبوها عن شبابنا. آلاف الأحاديث موجودة. يعني أنت تصور الإمام علي لما بنى المدينة وسوى لما بنى الكوفة وأقام الدولة، دولة العدل التي انتفى فيها الفقر، ما عاد يمر فقير في الكوفة. حتى الإمام علي كان يراقبهم يقولهم شوفوا لي موجود فقير متسول بين الناس، يمشون بالشارع ما يشوفون ولا واحد. يوم من الأيام بطريق الصدفة الإمام علي يمر ومعه أصحابه، نظر وجد واحد يتسول، قال ما هذا؟ قالوا نصراني، مسيحي يا أمير المؤمنين، ما عليك به. قال ويلكم، لم أقل من هذا، قلت ما هذا، من للعاقل ما لغير العاقل. يعني أنا ما أسأل عن الشخص، أنا أسأل عن الحالة. ما لي أرى تسول في حكومة علي بن أبي طالب، ابعثوا عليه يا قنبر، كم بقي في بيت مال المسلمين؟ قال سيدي 4,000 درهم. قال آتني بها، لفها الإمام بعباءته وقدمها لهذا الرجل الكبير المسيح الكبير بالسن، والإمام علي طيب خاطره وقال له لن تعوز شيء بعد الآن، والمبلغ يكفيه لآخر حياته ويمكن أن يورث منه أحفاده وأولاده. فالتفت الإمام علي إلى أصحابه قال ويلكم، لما كان عندما كان شابا استعملتموه، هذا كان شاب يشتغل بالكوفة كبر ترك، قال ويلكم عندما كان شابا استعملتموه ولما أصبح كهلا كبيرا تركتموه، ما هذه قوانين الله ولا قوانين الإسلام. هذا متى؟ مو الآن بزمننا حتى تقول كل الدول تسوي هكذا، بذاك الزمن من 1400 سنة، ضمان الشيخوخة عند علي بن أبي طالب وضمان نهاية الخدمة عند الإمام علي.
كانت الشعوب ما زالت لا تعرف أي طرفيها أطول. عندما كان علي يصرح في قانون العدالة الاجتماعية والضمان الاقتصادي والاجتماعي لكل أفراد الأمة، هذا اللي كان. احنا المشكلة انه صرنا ننظر الى تاريخ امتنا نظرة رجعية، لاننا اخذنا بالسيارة وبالتلفزيون وبالتليفون وبالتكنولوجيا وبالتطور وبالاقمار الصناعية. يا عمي هاي كلها ما تصنع مبادئ، ما تصنع مبادئ انسانية. هاي ما تنفع اذا كان الانسان يعيش شرعة الغاب. التكنولوجيا مدمرة، لكن تعال الى قانون قوانين اهل البيت. الإمام علي بالكوفة بنى تلك الحكومة الرائعة التي انتفى فيها الفقر، وكان على رأس كل سنة، على رأس كل شهر الإمام علي يأمر بتوزيع بيت المال المسلمين على كل المسلمين، على غنيهم وفقيرهم، ويقول يا قمر أعطي كل واحد بالأمة 3 دنانير، وأنا علي بن أبي طالب الحاكم جيب لي 3 دنانير، مثلي مثل أي مواطن. هاي وين تشوفها بالعالم؟ ما موجودة. مثلي مثل أي مواطن 3 دنانير. ولذا علماء الاقتصاد اليوم لما يبحثون مشكلة البطالة الموجودة في المجتمعات الإنسانية، يعني الآن تيجي تقرأ تقرير مثلا أوروبي نسبة البطالة ارتفعت، تقرير أمريكي نسبة البطالة ارتفعت، تقرير مثلا أفريقي نسبة البطالة، تقرير عربي، شوف علماء الاقتصاد يقولون احنا عندنا مشكلة بالبطالة بين الشباب، شبابنا لا يجدون فرص عمل، فكل سنة يتخرج بالوطن العربي فقط اكثر من 1 مليون طالب، 1 مليون طالب بس في مساحة ضيقة يتخرجون من الجامعات. هذا 1 مليون على تقدير دراسات قديمة، يمكن الآن صار التطور العدد إلى 10 مليون. كم واحد يجد فرصة عمل؟ إذن عندنا مشكلة بطالة. علماء الاقتصاد يقولون مشكلة البطالة لم تحل في الدول يوما من الأيام إلا مرة واحدة في الزمن حلت. متى؟ هكذا بكل صراحة اقرأ، فوت على الانترنت واكتب سبب البطالة في المجتمعات، اكتب سبب البطالة. أول سبب يطلع لك تكدس الأموال في البنوك المركزية، هذا واحد من أسباب البطالة في المجتمعات، أنهم يكدسون الأموال في البنوك المركزية. يابا ضخوها بالشارع، خلي حركة الاقتصاد تتحرك، خلي التجار يشتغلون، خلي الأموال تتحرك بالساحة. أبدا، تشوف كساد. كل يقول لك عندنا شغل بس ماكو سيولة، ما في سيولة. سبب البطالة هذا هو. فيقولون فقط في دولة علي بن أبي طالب انتفت البطالة. تعرف ليش؟ لأن الإمام علي كان يفرغ البنك المركزي من الأموال، بيت مال المسلمين على آخر كل شهر، يكنسه بعباءته ويقول الحمد لله. هاي القوانين احنا ما نعرفها مع الأسف، وأنا أتأسف أكثر لما أسمع كلمات أخرى. اليوم العالم تعلمون أنه يعيش أزمة اقتصادية أو لا؟ اليوم كل الدول الكبرى بالعالم تعيش أزمة اقتصادية، الصين تعيش أزمة اقتصادية، أوروبا تعيش أزمة اقتصادية، الشرق الغرب كل الدول عندهم أزمة، وهناك باحثون يبحثون عن حل هذه الأزمات الاقتصادية. كيف ممكن تحل وإحنا نايمين؟ والقرآن يقول لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، القرآن يخاطبنا يقول أنتم يا مسلمون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا با إحنا خير أمة؟ يعني أنت الآن مصدق نفسك خير أمة؟ ها؟ شنو طلعت للمجتمعات الأخرى؟ شنو أعطيت نظريات؟ عندما أنت تنام تغفل ويطلع البابا في روما، أكبر كرسة مسيحية البابوية في روما، واقعا تؤدى التحية لأمثال هؤلاء، ها؟ يطلع البابا في روما يخطب خطاب يطل من شباكه، تريد تشوف الفيديو حتى صوت الصوت والصورة، يعني تحضرها كلمة البابا في روما. اكتب الاقتصاد الإسلامي بابا روما والاقتصاد الإسلامي، اكتب البابا والاقتصاد الإسلامي باللغة العربية على اليوتيوب، بس اكتب البابا والاقتصاد الإسلامي واحضر شوف اسمع. البابا في روما طلع يخاطب العالم، هاي مو بعيدة قبل سنة يمكن، يقولهم ان العالم يعيش تحت ازمة اقتصادية، وقد اثبتت كل القوانين الاقتصادية فشلها. وبجرأة يقول للعالم اذا اراد العالم اليوم ان يحل المشكلة الاقتصادية فعليه ان يعمل وفق نظرية الاقتصاد الاسلامي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
البابا روما درس الاقتصاد الإسلامي، وإحنا ما نعرف. والله معيبة، معيبة واقعا. إحنا إذا تأتي إلى الاقتصاد في الإسلام، الزهراء عليها السلام تجعل لك باب واحد. مو إحنا عندنا شيء يسمى النمو الاقتصادي، النمو، كل الدول تسعى لماذا؟ للنمو الاقتصادي. اسمع كلمة الزهراء عن النمو الاقتصادي يوم وقفت وخطبت أمام المهاجرين والأنصار وقالت لهم: جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. اسمع الكلمة: والزكاة، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. لاحظ الكلمة: تزكية للنفس ونماء في الرزق، نمو في الرزق، يعني النمو الاقتصادي. الضرائب التي تدفع لله هي التي تحرك النمو الاقتصادي في المجتمع. لكن وين احنا؟ وين الاقتصاد؟ ما موجود. تجارب لكتابة الاقتصاد الإسلامي ما موجود أبدا. وتعال انظر إلى غنى الأطروحة الإسلامية. هسه أنا ما أخذك إلى الخمس ولا إلى الزكاة ولا إلى الديات ولا إلى الفدية ولا إلى الكفارات، كلها هاي شيلها، مع العلم كلها تدخل في القانون الاقتصادي الإسلامي، بس شيلها على جنب. عندنا مستحب واحد في الاقتصاد الإسلامي يحل مشكلة العباد والبلاد بأدق تفاصيله. مستحب، أقول مو واجب، مستحب. إحنا عندنا يستحب كل يوم جمعة ورا الصلاة أن يتصدق الإنسان، كل واحد يتصدق، عندنا مستحب، هذا موجود. مستحب ورا كل صلاة جمعة يوم الجمعة أنك تتصدق للفقراء. إذا قرية مثل قرانا في مثلا في الجنوب، إذا قرية أو مثلا مثل قرى مناطق العراق مثلا، تروح للجنوب تشوف لك محلة منطقة، تبلش مثلا محافظة كربلاء، لو محافظة النجف، لو تطلع إلى السماوة إلى العمارة، أو في لبنان مثلا في قرى جبل عامل، شوف عندنا بعض القرى تعدلها 30,000 نسمة، خصوصا القرى الساحلية، 30,000 نسمة، يعني 30,000 شخص تعدل القرية. إذا يوم الجمعة كل واحد التزم بالصدقة المستحبة وخلى بالصندوق دولار، يعني أنت 30,000 نسمة الضب كل يوم جمعة 30,000 دولار، إذا على شهر هاي 120,000 دولار، هاي إذا تقسم إلى فقراء القرية ومساكين القرية والمحتاجين. يبقى عندك مشاكل، يبقى عندك فقراء، هذا بجزء من قانون الاقتصاد الإسلامي، وهو مستحب واحد تحل مئات المشاكل. فما بالك إذا انطلقنا إلى الواجبات من الفديات والكفارات، والإسلام كل شيء جعل له كفارة، حتى إذا ضربت ولدك إذا زرقت عليه كفارة، وإذا عليك كفارة، وإذا احمرت الضربة عليك كفارة، وإذا سودت عليك كفارة، إذا أجلت قضاء شهر رمضان عليك فدية، وإذا حلفت يمين وتراجعت عليك كفارة. قانون اقتصادي مرسوم بأدق، وإلا لما تجرأ البابا في روما وطلع وقال على العالم اليوم أن يتبع القانون الاقتصادي الإسلامي أو قانون الاقتصاد الإسلامي حتى يحل المشكلة العالمية. إذن لما تأتي تدرس علي بن أبي طالب، الإمام علي له آلاف الجوانب في الحياة، أعظم حكومة بناها أمير المؤمنين. وقبل أول يوم أتذكر ذكرت لكم هذا المعنى، سنة 2003 كان رئيس الأمم المتحدة آنذاك، رئيسها كان كوفي أنان. سنة 2003 اجتمعت منظمة اليونيسف للأبحاث العلمية والثقافية ودرست حياة الدول بدراسة هائلة كبرى، فطلعت قرار باسم الأمم المتحدة ممضي مختوم من كوفي أنان، تعلن الأمم المتحدة علي بن أبي طالب أعدل حاكم مر على تاريخ البشر. أحبابي هذا مو من جيبي، مو من عندي، هذا تاريخ. لكن المشكلة أحيانا بعضنا يستعظم، يقول لك إحنا عايشين بالدنيا، شنو معنى الإمام علي إمام ولي ونطيعه وخلاص؟ لا يا حبيبي، الإمام علي غير الإمام وغير الطاعة المفروضة علينا. الإمام علي فخر للأمة، فخر، لأن كل الأمم تتفاخر به. لك هذا عندنا شاعر اسمه
وزير لبناني مسيحي اسمه جوزيف الهاشم. جوزيف الهاشم الوزير اللبناني معروف، يقول للإمام علي نعم العلي ونعم الاسم واللقب، يا من به يشرب الأصل والنسب، الباذخان جناح الشمس ظلهما، والهاشميان أم حرة وأب، لا قبل لا بعد في البيت الحرام شدا، طفل ولا اعتز إلا باسمه رجب، يوم الفساد طغى والكفر منتشر، وغطرس الشرك والأصنام تنتصب، الله كرمه لا للسجود لها ولا بمكة أنصاب ولا نصب، إلى أن يقول لو كان عاصر عيسى، يعني لو كان علي مع عيسى، لو كان عاصر عيسى في مسيرته ومريم في ربى الآلام تنتحب، ما كان جلد ولا درب وجلجلة ولا صليب ولا صلب ولا خشب. فإحنا لما نذكر الإمام علي يا أحبة نذكر القامة العملاقة اللي ما إلها مثيل بالوجود، والله لا تحزب ولا غلو ولا شيء. أصلا جيب لي واحد يمتلك ربع بل عشر مواصفات علي بن أبي طالب، وأنا أضمن لك من على منبر الحسين أني مستعد أن أمدح لك هذا، بس جيب لي عشر معشار من صفات علي بن أبي طالب، من زهد الإمام علي، من علم الإمام علي، يكفيك رسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. يابا بدون علي بن أبي طالب لاكو علم، لاكو خير، لاكو اقتصاد، لاكو شجاعة، لاكو بطولة. شيل اسم علي بن أبي طالب من تاريخ الإسلام، تعال إلى الكتب كلها شيل علي بن أبي طالب، شوف ماذا يبقى، ما يبقى لك شيء، ما يبقى شيء، لأن علي هو الشرف لهذه الأمة، هو اللي شرفها، هو اللي كرمها، هو اللي أعطاها. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يظهر للناس حقيقة علي، تعرف ليش؟ لأنه يخاف النبي، يخاف أن يظهر للناس حقيقة علي. من إيه؟ من أي شيء يخاف؟ يخاف على الناس ما يتحملون، فلذا يقول للإمام علي يا علي لولا خوفي، هو يخاف يقول له يا علي لولا خوفي من أن يقول الناس فيك كما تقولت النصارى بعيسى بن مريم، لقلت اليوم فيك قولة ما تمر بملأ إلا وأخذ التراب من تحت قدميك واستشفوا به وتبركوا به. احنا لما نقول علي والنبي يركز على علي مو قضية عابرة هكذا، لا تتصور انها قضية جانبية بحياتك، اهم من كل شيء. يقول النبي ان الله اعطاني ثلاث واشرك بها اخي علي، واعطاه ثلاث ولم يشرك معه احدا، اعطاني الجنة والنار وعلي قصيمهما، واعطاني لواء الحمد وعلي حامله، وأعطاني الجنة والنار وعلي قصيمهما، والثلاثة التي أعطاها لعلي ولم يعطنيها فأولده فزوجه من فاطمة ولم يزوجني مثلها، وأعطاه الحسن والحسين ولم يعطني مثلهما، وأولده في الكعبة ولم يولدني هذا المولد. هاي قبل أتصور 19 سنة لو 17 سنة بهالحدود، كنت في قم، في مدينة قم عند السيدة المعصومة، ساكن بالمدينة المباركة، وكان عندي احتفالية أذكر بأيام الإمام علي ولادة أو شيء بالحسينية النجفية هناك معروفة بالجزر خان، بعض الناس يعرفون هذا المعنى، يعرفون الموقع. فنظمت أذكر قصيدة بهذا الباب، بهذا المجال، بهذا الحديث. اجت قصيدة نوعية، الإخوان دائما يطلبوها من عندي هاي القصيدة، ولذا هاي الليلة أريد أن أكرم الشباب اللي أصروا وألحوا على هاي القصيدة. فهاي القصيدة كتبتها اجت على الشكل التالي، نوعية من ناحية الشكل وإلا مو من ناحية الصياغة والبلاغة، هسه أنا مو شاعر لكن أكتب. فكتبت هاي القصيدة، الشطر الأول يبدأ بمحمد، اللهم صل على محمد، أو يختم باسم النبي، والعجز العجز باسم علي بن أبي طالب، والقافية كلها كلمة واحدة علي، كل القافية هكذا. فقالوا شلون وفقت بيها، وأذكر يومها بالنجفية ثلاث مرات أعدت القصيدة لتفاعل الناس بها وفق هذا الحديث،
قلت بعث الإله إلى الأنام محمدا وأتمها بخلافة المولى. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلوب قلوب عامر الليلة ما شاء الله. بعث الإله إلى الأنام محمدا وأتمها بخلافة المولى وتنزل القرآن عند محمد وكمال تأويل الكتاب غدا ومدينة العلم العظيم محمد والباب للصرح العظيم هو وإعطاء إلهي كوثرا لمحمد من زوجت طهر البتول سوى فاعلم لواء الحمد باسم محمد ونراه في يوم القيامة مع والحوض يوم الورد منك محمد لكنما الساقي عليه غدا أعطى إلهي كوثرا لمحمد من زوجت طهر البتول سوى ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاقدين على والنار والفردوس قل محمد وقصيمها يوم الحساب غدا وأتم بالإيمان دين محمد وبها تسمى يوم خندقهم وعلي يدعو ربه بمحمد ومحمد يدعو بحق أخيه. صلوات على محمد وآله وحقك هذا الفخر وحقك هذا لتنزل له الملائكة سامعين أحاديث الفضائل يقول لك من قال من جلس في مجلس تذكر فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب غفر الله له 70,000 سيئة وكتب له 70,000 حسنة ورفع له 70,000 درجة وأمر الملائكة أن يستغفروا لهم إلى أن يتفرغوا. فلما نجتمع بليالي علي اعرف عظمة علي، علي ابو القوانين، علي ابو العلم، علي ابو الاقتصاد، علي ابو الحكم الحكم، علي ابو العدالة العدل العدل ما موجود مثل ما كان موجود عند الامام علي. يوم من الايام واحد ادعى على امير المؤمنين او واحد سرق شيء للامام علي يمكن لجاء من فرس وراح الامام علي شكاه فاحتكما الى القاضي يومها قاضي موجود اسمه شريح يمكن تقاضيا عند القاضي فذاك الرجل قال للامام علي انا اريد ان انقاضيك وان كنت حاكم انت حاكم لكن في قاضي انا اريد ان اقاضيك. فالإمام علي قال تفضل ما عندي مانع تفضل يلا. الإمام علي هو اللي يحمل العدل ويحب العدل ويحب أن يقام العدل حتى لو كان فيها. فقال تفضل يلا للقاضي. راحوا للقاضي، القاضي شاف الإمام علي الحاكم جلس بين يديه والتفت إلى ذاك أنه شلون جاي يعني يشتكي على الإمام علي. فقال له يا فلان ما عندك؟ قال له والله يا قاضي أنا عندي قضية 1-2-3 مع علي بن أبي طالب. التفت القاضي إلى الإمام علي قال وأنت يا أبا الحسن ما تقول؟ الإمام علي قال مهلا أيها القاضي، لقد خنت في حكمك، ما أنصفت الرجل حين سميتني وكنيتني بكنيتي. بالله عليكم هاي تعالوا إلى كل قوانين القضاة في العالم، في كل العالم، هاي من يلتفت لها؟ ما أحد يلتفت لها، ما أحد. يوم من الأيام الإمام علي يبعث على أبي الأسود الدؤلي، كان والي مخليه والي على محافظة على ولاية، يبعث وراء كتاب، يبعث له يقول له يا أبي الأسود إذا بلغك كتابي هذا فأنت معزول من الحكم، وإذا بلغك كتابي فجد السير وأسرع إلى الكوفة. يلا ضب ثيابك وتعال إلى الكوفة. والي حاكم، تعرف منه أبي الأسود الدؤلي؟ من حواريي علي بن أبي طالب، من المخلصين، من أهل الطاعة والإيمان. الإمام علي يعزله من الحكم، يقول له يلا تعال اترك الولاية أنت معزول وعد إلي. أبو الأسود يقرأ الكتاب ما يصدق، يا أبا أنا شنو سويت؟ وين ظلمت؟ يفكر بكل آثار الحكم، ماكو مظلومية واحدة. لكن ليش الإمام علي يقول له أنت معزول؟ رجع ما نام الليل إلى الإمام علي مباشرة، سيدي يا مولاي احنا تلاميذك، انا وين اخطأت؟ وين ظلمت؟ اسأل الله ان لا اكون ظلمت احد، وان كنت قد ظلمت احد فاكون اصلا عن غير ارادة مو منتبه، يعني ما ملتفت يعني مو قاصد.
الإمام علي قال: لا عليك يا أبا الأسود، لم تظلم أحدا، ولكن بلغني أن أثناء المخاصمة صوتك أن صوتك يعلو فوق صوت الخصم. آخ آخ آخ، تعال شوف الشرطة بزمان في العالم، تعال شوف الضرب في الدول العربية، تعال شوف القصف يا أمير المؤمنين. يقول لأبي الأسود: بلغني أن صوتك يعلو فوق صوت الخصم. بس هاي يمكن أنت وتتكلم مع هذا اللي تخاصمه، يعني اللي تحاكمه، وتعلي صوتك ترعبه، تلبك تخليه يوقع وقع خطأ. شوف إلى هذه الدقة. لذا جورج جرداق يقول: ما رأت عيني ولا سمعت أذني أن رجلا عامل قاتله كما عامل علي بن أبي طالب قاتله. يقول لولده الحسن: بني حسن، الله الله في أسيرك، لا تغل له يدا، لا تقيد له رجلا، أطعمه مما تأكلون، اسقيه مما تشربون. ولدي، وإذا مت وإذا بقيت على قيد الحياة فالحق لي، أعاقبه أو أعفو عنه، والعفو إلى أمير المؤمنين أقرب. وإذا أنا قضيت فاضربوه ضربة بضربة، لا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المثلى حرام ولو بالكلب العقور. سامعين؟ هاي مدرسة أهل البيت، هاي المدرسة التي يجب أن ننشرها في العالم، تحمل كل الخير للعالم، لكن التقصير من عنا. فيا شباب، وصيتي لكم، أنا أيام أذهب عنكم وإن شاء الله يكون لنا لقاءات دائما. يا شباب، وصيتي لكم في الجامعات في المدارس، إذا أردتم أن تقدموا أبحاث فلتكن أبحاثكم عن عظمة ما تنتمون إليه. أنتم أصوات علي وأصوات الأئمة، صوت الإسلام في هذه البلاد، صوت أهل البيت، الصوت الذي يحبه كل الناس. كوني على قدر المسؤولية، اقرأوا تواريخ أئمتنا وأصحاب أئمتنا والشباب الذين قربوهم الأئمة، مثل هشام بن الحكم ومثل أمثال هؤلاء والمفضل ابن عمر. هؤلاء كانوا فطاحلة المدرسة الإسلامية. لذا كان الإمام علي سلام الله عليه، أصحابه في هذه الليلة كانوا يبكون، يقولون: اليوم راح الرشاد، اليوم راح العلم، اليوم مات الدين. يقولون: اليوم مات الدين، مات الرشاد، مات العلم، ماتت الإباء، ماتت الكرامة، مات الإباء، ماتت الشجاعة. يبكون على قبره، يقولون: كل شيء اليوم راح بغيابك يا أبا الحسن. لذا كانت ليلة صعبة مرت على أهل البيت، وكان يوم عظيم على قلب زينب وعلى قلب الحسن وعلى قلب الحسين. والإمام علي يوصي أبنائه في مثل هذه الليلة: بني حسن، بني حسين، الله الله في الأيتام، لا يضيعوا في حضرتكم، الله الله في إصلاح ذات البين، فإن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصلاة والصيام، الله الله في الفقراء. ثم يقول: الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل فيه غيركم. ثم يقولهم: أولادي، الله الله في كل شيء، إلى أن قال أمير المؤمنين: وأولادي، لمثل هذا فليعمل العاملون. واشتدت حالة أمير المؤمنين وهو على فراشه، صارت زينب تنظر إلى أبيها، تراح يمسح جبينه بيده، قالت: أبا، ما لي أراك تمسح جبينك بيدك بيديك. قال: بني، سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الميت ابن المؤمن إذا دنت وفاته رشح جبينه وسكن أنينه. قالت: أبا، إذن أنت راحل عنا؟ قال: نعم بني زينب. قالت: أبا، مني بعدك وعندي كم كلمة معك، أبا أريدك أن تحدثني بحديث حدثتني به أم أيمن. قال: يا بني، إن الحديث كما حدثتك أم أيمن، لا تمضي الأيام وكأني بك في هذا البلد مسبية والناس يتفرجون عليكم. بنت علي، لذا يوم دخلت الكوفة صارت تخاطب الحاضي، تذكرت أيام العزم أبيها. زينب كانت إذا خرجت أمر أمير المؤمنين بأطفاء الأنوار في المدينة في الكوفة، ومشى أمامها، والحسن عن يمينها والحسين عن يسارها،
والعباس خلفها لكي لا يرى أحد طول زينب. تقول لي يا بي طول الجان ما ينشاف شافه. يا بطول الجان ما ينشاف شافه شافه وصوت الجان ما سمعه. تقول ليزيد لولا ان جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لا استصغر تقريعك واستعظم توبيخك، ولكن العام عبره الله يا زينب. تقول لي سالف لك يا هالحادي يا ملجنت بالكوفة وابوي على البشر سلطان بيا يا 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 مه المعروف ومن يجبل علينا العيد وتحب الواد مشفوفة. تسولف للحادي ها تقول لو من يجبل علينا العيد وتحب الواد مشفوفة يقولوا لنسانة تريد تعيد زينب بهالعيد وتحب من هالجدم والعيد منك نطلب الرخصة تعايدها وترد لينا وابويا الفحل ما يرضى نساهم من يعيدني. ليش تقول له خايف خايف للزلم يرحان ويحجن من يشوفني. يا حاد الموت اشوالي ولا تتشمت بحالي وين تنشد عن احوالي وتناشدني عن العباس وعن ذاك الخدر وين. فالإمام علي يقول يا بني يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن. يقول مرت لحظات وإذا بحالة الإمام علي قد اشتدت وصار قد تورمت قدماه والإمام علي في كل لحظة يزداد عرق فيمسح جبينه. زينب نظرت إليه قالت أبا يا أبا يا أبا كأني أراك مودع في هذه الساعة. والإمام علي تارة يغشى عليه وتارة يستيقظ ثم يقول هذا أخي نوح وهذا حبيبي إبراهيم وهذا أخي رسول الله وهذه خديجة وفاطمة. الله أكبر. ثم يغشى عليه وإذا به نظر إلى أولاده. هاي كلمة المصيبة هاي كلمة كل عام يا جماعة. الله الله في ضجة لأهل السماء إذا أهل السماء ينادون وعليا نحن ننادي معهم وعليا. وإذا بالإمام علي نظر إلى أولاده وقال الله الله في أنفسكم خليفتي عليكم الله ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مد رجله ومد يده وشاق شهقا وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وعليا. وإماما وسيدا انكبت زينب على جسد أبيها تقول لي يا أبا أجبني بكلمة نور عيني. ما يجاوب. تقول
لابويا ابويا خاطبني بكلمة ما يجاوب. ارتفع صوت زينب تنادي وعلي يا هو أبا. لم يبقى احد في الدار الا وان وحان. واذا بالكوفة يا